أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهد البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بالإنجازات المهمة والدور الريادي الذي تطلع به الصحافة البحرينية عبر مسيرتها العريقة في خدمة المجتمع ودعم مسيرة تنميته الشاملة من خلال سعيها الدائم لتعزيز روح الوحدة الوطنية وتبني القضايا التي تخدم الوطن والمواطن. أعرب جلالته عن تقديره لما تستند عليه الصحافة البحرينية في أداء مهامها الوطنية من مصداقية وموضوعية ومهنية في نقل الأحداث بكل أمانة ودفاع عن قضايا الوطن ومصالحه وأمنه واستقراره وتوثيق منجزات ومكتسبات البلاد الحضارية والتنموية. جاء ذلك خلال استقبال حضرة صاحب الجلالة حفظه الله في قصة صافرية أعضاء مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية برئاسة السيدة عهدية أحمد، وذلك بمناسبة انتخاب مجلس الإدارة الجديد للجمعية. أشاد جلالة الملك المفدى بعراقة الصحافة في البحرين منذ سنوات طويلة مما تعكس ما للبحرين من ريادة في التعليم والثقافة والحضارة الشاملة والتي تؤكد وعي وثقافة أهل البحرين منذ عقود طويلة، مضيفا جلالته حفظه الله أن أهل البحرين هم موضع فخرنا ونعتز بهم دائما بين دول العالم. وقد هنأ جلالته رئيس وأعضاء مجلس الإدارة على نيلهم هذه الثقة وتمنى لهم كل التوفيق والنجاح في تحقيق أهداف الجمعية والارتقاء بالعمل الصحفي في المملكة، ومجددا جلالته التهنئة للسيدة عهدية أحمد بانتخابها رئيسة لجمعية الصحفيين لتصبح أول امرأة بحرينية تتولى هذا المنصب. نوه جلالته بإنجازات المرأة البحرينية في كافة ميادين العمل خاصة في المجال الصحفي والإعلامي، ومشيدا بما تتميز به من كفاءة وقدرة على التفوق وتحقيق الإنجازات وتولي المناصب القيادية. كلف جلالته رئيسة جمعية الصحفيين بنقل تحياته إلى جميع الصحفيين وكتاب الأعمدة وإلف الصحف المحلية وتقديره لجهودهم الكبيرة في خدمة وطنهم ومواطنهم. من جانبه ثمن سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير شؤون الإعلام للتوجيهات الحكيمة والرؤى النيرة لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى أيده الله وما تضمنه لقاء جلالته بمجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، ومؤكدا سعادته أن دعم جلالته الدائم ورعايته المستمرة لقطاع الصحافة والإعلام في المملكة يشكل نبراسا نستنير به جميعا لخدمة هذا القطاع الحيوي الهام. وشدد سعادة وزير شؤون الإعلام على أن قطاع الإعلام والصحافة في البحرين شهد طفرة نوعية وتطورا متسارعا في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المفدى حفظه الله الراعي الأول للصحافة والصحفيين والحامي لحقوقهم وحرياتهم والداعم لتطلعاتهم وآمالهم، مشيرا سعادته إلى أن توجيهات جلالته المستمرة بتوفير المناخ الملائم للصحافة الوطنية للقيام بدورها المسؤول في تنوير المجتمع وتوعيته وطرح القضايا الوطنية ومناقشتها بصورة موضوعية تعكس ما تتمتع به المملكة من حرية وشفافية في مختلف المجالات. يعكس دعم جلالته حفظه الله لهذا القطاع ويلقى من الجسم الصحفي كل التقدير والامتنان. أضاف سعادته أن واقع الإعلام في مملكة البحرين هو نتاج المشروع الإصلاحي لجلالته أيده الله وما تعيشه المملكة من إنجازات ديمقراطية واحترام لحق الإنسان وحريته في التعبير المسؤول عن الرأي وانعكاس ذلك على تطور وسائل الإعلام كما ونوعا بوجود 43 صحيفة ومجلة يومية وأسبوعية وشهرية و528 شركة خاصة للإنتاج الإعلامي والفني. أكد سعادة وزير شؤون الإعلام أن الصحافة الوطنية ستظل ملتزمة بتوجيهات جلالته السديدة في أداء الرسالة الصحفية والإعلامية بكل كفاءة وإخلاص وتطويرها بما يخدم المصلحة العليا للوطن في ظل القيادة الحكيمة لجلالته رعاه الله. من جانبها أعربت رئيسة جمعية الصحفيين عن بالغ الشكر والامتنان والعرفان إلى جلالة الملك المفدى على توجيهات جلالته السامية، مثمنة دعم جلالته اللامحدود للصحافة ومساندته للصحفيين وما تحظى به الصحافة في البحرين من مساحة وحرية كبيرة والتعبير عن الرأي والتي كان لها الفضل في تواصل الصحافة البحرينية تحقيقه من تطور وتقدم.